السلام عليكم. كشف أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية عن ضحايا القتل بواسطة الألغام الأرضية التي زرعها تحالف المخلوع صالح والحوثي الانقلابي في مناطق عدة من اليمن، وأكدت الحاجة الماسة إلى المساعدات الدولية في اليمن لتجهيز الموظفين وتدريبهم لمسح وإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب بأسلوب منهجي من المناطق التي شهدت قتالا مؤخرا، وشددت في الوقت نفسه على تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للجرحى وأسر الضحايا بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل. أوصت هيومن رايتس أيضا في تقريرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتماد توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب التي ترتكب في اليمن. وشددت المنظمة على لسان مدير قسم الأسلحة ستيف جوس على أن الألغام الأرضية المضادة للأفراد لا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف، لأن استخدامها يزيد من بؤس الحرب المدمرة التي ستستمر آثارها لسنوات لاحقة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من المساء اليمني سنتوقف أمام مضامين التقرير الذي يميط اللثام عن الجرائم متعددة الأبعاد التي يرتكبها الإنقلابيون، والتي لا تشمل فقط زرع الألغام العشوائية بل أيضا في استخدام القوة المفرطة والاستهداف المباشر للمدنيين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة. وسنبحث بدلالة هذا التقرير الذي أعاد تعيين القاتل الحقيقي في اليمن، وهم الانقلابيون الذين جروا البلاد إلى حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس ولا تزال. نبدأ مشاهدينا النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. أخيرا قررت هيومن رايتس ووتش تسمية القاتل المنفلت في اليمن. إنه تحالف المخلوع صالح والحوثي الذي مارس القتل ولا يزال بواسطة أسلحة محظورة هي الألغام الأرضية. قال مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف غوس إنه باستخدام الألغام الأرضية تظهر قوات الحوثيين وحلفاؤها قسوة بالغة تجاه المدنيين، كأن هذه القوة الغاشمة لم تقتل سوى بالألغام، وكأنها لم تحرق المدن وتدمر البيوت على رؤوس المدنيين بالكاتيوشا والهوزر والهاون ومدافع الدبابات وبكل سلاح تطاله يدها، ونيتها هو القتل عن سبق إصرار وترصد. تضمن تقرير هيومان رايتس ووتش معلومات تفصيلية عن جرائم الميليشيا بواسطة الألغام الأرضية، ولكنها لم تغطي سوى الجزء اليسير من حوادث القتل الناجمة عن انفجار هذه الألغام وعن ضحاياها. المسرح العمليات الرئيس وفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش كان تعز عدن، حيث زرعت الميليشيا وقوات المخلوع صالح الآلاف من الألغام لتشكل وحدها جبهة مستقلة أمام المقاومة والسكان الرافضين لانقلاب الميليشيا على الدولة وعلى الإجماع الوطني. والآن نحن نقوم بنزع الألغام في هذه المنطقة. ميليشيا الحوثي كررت عمليات زراعة الألغام بشكل إجرامي، والمنطقة مزروعة بألغام كثيفة. تم فتح الطريق الرئيسية، الآن السيارات يمرن إلى التربة ومن التربة إلى تعز، طريق مؤمنة، قوات الجيش تتمركز في الأماكن العالية، الجريمة تم إزالتها. أكثر من 40% من ضحايا الألغام الأرضية كانوا من الأطفال، والنسبة الباقية موزعة على الرجال والنساء والشباب الذين ذهبوا ضحية الألغام التي زرعت في الطرقات والأحياء والأزقة ولم تستثني مسارا يسلكه الناس إلى بيوتهم وأماكن أعمالهم وإلى أسواقهم. لم تنسى هيومان رايتس ووتش أن تذكرنا بأن اليمن في عهد المخلوع صالح كانت قد وقعت على معاهدة حظر الألغام في مثل هذا الشهر من عام 1998، والتزمت بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف. ووصلت المنظمة إلى استنتاج مفاده أن إعلان اليمن المقدم للأمين العام للأمم المتحدة بالانتهاء من تدمير مخزونها من الألغام عام 2002 إما أنه كان غير صحيح، أو أنها حصلت على هذه الألغام من مصدر آخر بعد ذلك العام. استنتاج يولد استنتاج بأن المخلوع صالح كان يكذب لكي يحتفظ بكل هذه القدرة على إيداع شعبه. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات من جنيف، وسينضم معه آخرون أيضا عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ توفيق. أستاذ توفيق هل تسمعني؟ إذن أستاذ توفيق، يعني هذا التقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يعني أزاح ستار عن جريمة الحرب الراهنة والمؤجلة. يبدو أنك لا تسمعني أستاذ توفيق، أو أن صوتك لا يصل إلينا. أستاذ توفيق هل تسمعنا؟
إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. يجدر بالإشارة مشاهدينا الكرام أن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير من منظمة Human Rights Watch الأمريكية وتتحدث بوضوح عن هيئة وتحديد القاتل بشكل واضح والذي قام بزرع هذه الألغام بكثافة في اليمن. أيضا 40% تقريبا من ضحايا هذه الألغام هم من الأطفال وتتوزع النسب الباقية بين الرجال والشباب والنساء. تضمن التقرير شهادات حية لكثير من أصيبوا جراء هذه الألغام، قصص مليئة بالألم مليئة بالرعب أيضا مما حدث لهم. ربما كان أقوى توصيف أن من يقومون بهذه الأعمال هم يعني بطريقة بالغة القسوة كما تحدث التقرير. إذن عبر الهاتف ينضم معنا الحديث عن هذه النقاط الأستاذ باسم العبسي الناشط الحقوقي من السويد. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ باسم، ونحن نتحدث عن تقرير Human Rights الذي ربما أشار لأول مرة عن هوية القاتل. تابعت أنت هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جريمة الألغام التي تعد جريمة حرب آنية ومؤجلة، برأيك ما الأهمية التي يشكلها هذا التقرير؟ نعم، في الحقيقة التقرير أعطى ولأول مرة تشخيص دقيق للمساحة التي تعيشها مدينة تعز خصوصا واليمن عموما في ظل استمرار هذه الميليشيات الإجرامية، والكشف لهوية القاتل بشكل مباشر بعيدا عن التلميحات مقارنة بتقارير حقوقية أخرى. التقرير كشف عدة حقائق، منها أن الطرق المؤدية إلى تعز والمناطق التي استطاعت المقاومة دحر الحوثيين منها كلها مزروعة بالعديد من الألغام الأرضية والتي محظورة دوليا والتي تسببت بالعديد من الإصابات في صفوف المدنيين، ويعيق ذلك عودة الأسر التي نزحت بسبب الصراع. التقرير منظمة Human Rights Watch صدر بعد مقابلة الكثير من الشخصيات في تعز، منهم ضحايا الألغام الأرضية أو أحد أقاربهم والطواقم الطبية والناشطين الإعلاميين والعاملين على إزالة الألغام كشاهدين على هذه الجرائم. وقد حققت المنظمة في 5 حالات بشكل مباشر. نعم. ولأسباب أمنية المنظمة تم ذكر أسمائهم. نعم أيوة، فقط استخدمت الاسم الأول للضحايا فقط لأسباب أمنية والتي بترت أطرافه بسبب الألغام المضادة للأفراد في تعز خلال شهر مارس الماضي. نعم، أشار التقرير إلى زراعة الألغام أستاذ باسم في الطرقات والأحياء والطرق المؤدية إلى المنازل والعودة إلى الأعمال والمنازل أيضا. برأيك هل نحن أمام جريمة بحق الإنسانية، جريمة ممنهجة ومقصودة؟ نعم، ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح هو نفس السيناريو التي تقوم به جماعة القاعدة في جزيرة العرب. وإذا رجعنا قليلا إلى الأحداث السابقة ستلاحظون أن جماعة القاعدة زرعت الألغام في أبيان وتسببت بمنع العديد من المدنيين من العودة إلى منازلهم، حيث أن ميليشيات الحوثي وصالح لا تكترث للمدنيين. نعم. فقط أهمها تقتل أكبر قدر ممكن. نعم أستاذ باسم، برأيك ما أهمية هذا التقرير في هذه الفترة ونحن مقبلون على جلسة في مجلس حقوق الإنسان، وأيضا بالنسبة لبقية مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟ التقرير مهم جدا كونه ثغرة في العمل الحقوقي على المستوى الدولي العالمي، والذي يتناول الصراع منذ أكثر من سنة من جهة واحدة فقط ولا يتم التركيز على الجهة الأخرى وهي ميليشيات الحوثي وصالح. أهمية التقرير كذلك أنه يكشف التضليل الإعلامي والحقوقي التي تمارسه المنظمات المحسوبة على الحوثيين وصالح والمنظمات المحسوبة على صنعاء، حيث أنهم يقوموا بتضليل الرأي العام العالمي من حيث تسويق الحرب كحرب خارجية فقط. نعم طيب أستاذ يعني أستاذ باسم، برأيك أيضا يعني هل سيشكل هذا التقرير بوصف القاتل مباشرة فارق بالنسبة لميليشيا الحوثي وصالح؟
أتمنى إنه هذا التقرير يكون بداية لخطوة صحيحة للمنظمات الدولية لتحديد هوية القاتل الحقيقي حتى يتم محاكمتهم. نعم. إذن فيما يتعلق بطلب منظمة هيومن رايتس مجلس الأمن لحقوق الإنسان باعتماد توصية بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالانتهاكات الخطيرة، ما أهمية هذا الطلب والدعوة من وجهة نظرك؟ هذا الطلب مهم جدا، خاصة أن وزارة الخارجية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحزب المؤتمر لم تجيب على النتائج التي توصلت لها المنظمة، واكتفت بتصريح التزام اليمن بمعاهدة حظر الألغام، بالرغم أن التقرير أشار إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لم تلتزم بمعاهدة حظر الألغام والتي وقعت في عام 1997، واليمن انضمت لها في عام 1998، حيث أن اليمن أبلغت الأمم المتحدة في عام 2002 أنها انتهت من تدمير مخزونها الذي يحوي على 4 أنواع من الألغام المضادة للأفراد. نعم. كما هو مطلوب موجب المعاهدات، ومع ذلك ظهرت هذه الألغام المضادة للأفراد حاليا في تعز، والألغام ألغام BBM2 في بعضها تاريخ صنعها يعود إلى 1981. هذا يدل أنه أما أن إعلان اليمن المقدم للأمم المتحدة في 2002 كان غير صحيح، أو أن حصول هذه الميليشيات الحوثية وجماعة بعد 2002 من مصادر أخرى يحصلوا على هذه الألغام. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ باسم العبسي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهدف من السويد، ويعود إلينا الأستاذ توفيق الحميدي عبر سكايب مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات من جنيف. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك معنا أستاذ توفيق، ونحن نتحدث عن تقرير هيومن رايتس الذي أزاح الأستار عن جريمة حرب راهنة ومؤجلة أيضا. برأيك ما الأهمية التي يعني ظهر بها هذا التقرير بإزاحته لهذا الستار؟ هذا التقرير أهميته بأنه يأتي ليسلط الضوء على أخطر الجرائم التي تمارس ضد الشعب اليمني بشكل عام، وخاصة في محافظة تعز. الألغام عدو دائم لا تنتهي صفته العدائية بمجرد أن تنضع الحرب أوزارها، بل يستمر هذا العدو متربصا حتى يدوس أحد الضحايا عليه فيصاب إما بموت إما بالموت أو بالشلل أو إلى غير ذلك. الألغام أستاذتي الكريمة يدير معركة في الخفاء، ضحاياه بالدرجة الأولى هم الضحايا بالدرجة الأولى هم الفئة الأضعف التي لا تشترك في الحرب، من الأطفال من النساء من غير ذلك. ولذلك المجتمع الدولي عندما شاهد استخدام الألغام خاصة المضادة للأفراد بصورة كبيرة خاصة أثناء الحروب، وهو في حقيقة الأمر لا يكلف الدولة الشيء الكثير، ربما لا تتجاوز قيمته 3 دولارات، لكن تكلفته تكون باهظة الثمن، تصل إلى الملايين، تصل إلى حالات نفسية، تصل إلى أن يفقد الإنسان حياته كما قلنا، خاصة من المساكين والضعفاء، إضافة إلى أضراره البيئية المتعلقة بالأرض بالزراعة إلى غير ذلك. التقرير اليوم الكريمة يأتي ليسلط الضوء على أخطر جريمة يجب على العالم أن يقف أمامها، ويكشف أن هذه الجريمة ليست جريمة اليوم، وإنما هي جريمة متراكمة ومستمرة منذ العهد السابق، الذي كان لديه إصرار ولديه عمدية في إخفاء هذه الألغام للإضرار بالشعب اليمني. اتفاقية أوتاوا أستاذتي الكريمة ليست اتفاقية عادية، وإنما هي برنامج عمل وضعه المجتمع الدولي ليساعد الدول للتخلص من هذه الكارثة. اتفاقية أوتاوا تدعو إلى حظر الاستعمار، حظر الإنتاج، حظر التدوير، وبالتالي هي تعمل على 3 مستويات، تساعد الدول على العمل في 3 مستويات. المستوى الأول إزالة الألغام، والمستوى الثاني التنبيه بخطورة الألغام،
والمستوى الثالث توعية السكان بخطورة هذه الألغام. وبالتالي هذا التقرير اليوم قال يكشف لنا أن المجتمع اليمني يعيش جريمة مستمرة منذ عهد النظام السابق. الحوثيون مدركون لخطورة الجريمة التي يرتكبها، وأعتقد أن التقرير كان واضحا أن وزارة حقوق الإنسان التابعة للميليشيات في صنعاء حاولت أن تتبرأ منذ وقت مبكر بأنهم لا يستخدمون الألغام الفردية، وبأن من يستخدم هذه الألغام جماعات حتى لم مقاتلة لم تسميها بالاسم. معنى ذلك أن هذه الجريمة جميع الأطراف يدركون خطورتها ويدركون الآثار الجنائية، سواء في القانون اليمني. القانون اليمني المشرع اليمني وضع قانون خاص لمكافحة الألغام، وضع فيه عقوبة جنائية لمرتكبي أو للمتاجرين أو للمستخدمين أو للمطورين مثل هذه الألغام، انسجاما مع اتفاقية أوتاوا. لكن يبدو أن رأس النظام كان لديه إصرار عجيب على إخفاء هذه الألغام للمستقبل، ولا نحن ندري كان يخفيها في المستقبل. اليوم كشف التقرير أن تاريخ صناعة هذه الألغام يعود إلى الثمانينات، وهنالك مجموعة من المراسلات بين وزارة خارجية النظام صالح سابقا والأمم المتحدة، الذي يعني يبين فيه أن الحكومة اليمنية تخلصت من جريمة الألغام. لكن اكتشف اليوم أن هذا النظام لم يكن يخفي لهذا الشعب إلا مزيد من القتل، مزيد من الآلام، مزيد من الوجع، وهذه الجريمة نعم أستاذ توفيق، يعني كان العنوان الألغام التي يزرعها الحوثيون تحصد أرواح المدنيين في اليمن. لو تناولنا هذا التقرير قراءة إجمالية، كيف وجدته؟ التقرير بشكل عام تقرير جيد من حيث المنهجية، ومن حيث أنه وضع يعني أنه كشف حقيقة الإجرام الذي يدار في اليمن. أنا أعتقد أن الأرقام كبيرة جدا، لكن التقرير استطاع أنه يكشف لنا رأس الجبل ويوجه الاتهام بصورة مباشرة للطرف الذي يستخدم هذه الألغام، وهم الحوثيون. أنا أعتقد أن قوات الشرعية في 5 محافظات يمنية، منها عدن، منها تعز، منها لاحق، استطاع أنه يلغي أو يعني يتخلص من مجموعه 15,000 لغم، إضافة راح ضحيته ما يقارب 400 قتيل و700 جريح من كافة شرائح المجتمع. اليوم هذا التقرير، اليوم المجتمع اليمني يعاني من هذه الجريمة من ويلات متعددة. أولا أن الحوثيون عندما يزرعون الألغام ليس لديهم خرائط، أو لو يسلمون خرائط واضحة تسهل على الفرق المتطوعة أو اللجان الدولية العمل على نزع هذه الألغام وتجنيب المواطنين الويلات. التقرير كشف أستاذتي الكريمة إلى أن هذه الألغام الفردية زرعت في مناطق مكتظة بالسكان. نعم. من لا يعرف سيعرف الحصيد، سيعرف ثعبات، سيعرف حي الزنوج، مدينة من أكثر المناطق اليمنية كثافة بالسكان، وفي وسطها في العمق الكثافة السكانية يزرع الحوثي كثير من الألغام. هنالك أيضا قصص ربما لم يتطرق لها التقرير في محافظة أخرى، كان الحوثيون يتعمدون أن يزرعون الألغام في البيوت، وعندما تعود الأسر المشردة الأسر النازحة إلى داخل هذه البيوت ينفجر بها الألغام. حصل هذا في عدن، حصل هذا في الضالع. نعم، سندخل في تفاصيل هذه المواضيع أستاذ توفيق حتى لا نستبق النقاط في آخر الحلقة، ولكن قبل أن ندخل في موضوع آخر دعنا نستضيف معنا أيضا دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات من ميتشغان. مساء الخير دكتور دحان. اهلا وسهلا يا مساء النور. اهلا بك دكتور، يعني لو تحدثنا معك حول تعاطي المؤسسات والمنظمات الدوليه مع هذه الجرائم، تقرير هيومن رايتس انموذجا، ما الذي ستقوله؟ اولا انا ارى بان المنظمات الدوليه حقوقيه منها بالذات لا زالت مقصره وغائبه عن نقل الحقيقه عما يدور في اليمن بشكل عام. أما بالنسبة لما يخص زراعة الألغام، فأعتقد أنه هذا الجانب اللا إخلاقي الأكثر سوءا في الحرب الدائرة في اليمن، والاستخدام المفرط من قبل بعض الجهات، وبالذات ما حدده التقرير من قبل الحوثيين في المناطق المكتظة بالسكان، يعكس
الصورة الإخلاقية اللامسؤولة في هذه الحرب اللعينة والتي يروح ضحاياها الأكثر من المدنيين في الأحياء السكنية وفي المناطق المكتظة بالسكان المختلفة. وربما التقرير يعكس جانب فقط من هذه المعاناة في محافظة تعز، لكن اليمن عانت وتعاني من هذه الظاهرة بشكل كبير في مختلف المحافظات. نعم. ولكن التقرير أشار بوضوح أستاذ الدكتور دحان لهوية من يزرع هذه الألغام، وذكرها أكثر من مرة أن الحوثي وقوات موالية المخلوع صالح يمن قامت بعمل ذلك. صحيح، هذا واضح. التقرير بالنسبة لما يخص تعز اعتبره شبه منصف، ويعني ما كان يجوز لهذه القوى أن تزرع هذا الكم من الألغام في المناطق الأهلة بالسكان. نعم. وهناك ليس فقط زراعة الألغام بالشكل التقليدي، نحن لاحظنا تقارير سابقة بأن هناك ألغام وعبوات متفجرة توضع في الطرقات وفي الأماكن العامة على شكل أشياء أخرى تمويهية مثل الأحجار ومثل اللعاب أو غيرها، وهذا يدل على أن هناك تعمد في حصد أرواح المدنيين. لا يجوز بهذا الشكل أن تزرع الألغام في الشوارع وفي الأحياء وفي الأماكن العامة بحجة أننا في حرب. نعم، هناك حرب وحرب شوارع في المدن، لماذا الطرف الآخر لا يزرع هذا الألغام؟ فالمفروض أن يكون في هناك حملة دولية قوية لإدانة هذا التصرف. هل سيفيد مثل هذا التقرير لهذه الحملة التي تتحدث عنها؟ هل يمكن أن يحرك في الرأي العام الدولي؟ نعم، أنا أرى أنه يجب أن تستمر هذه الحملة بشكل قوي. نحن مسؤولين معنويا عن حياة المدنيين. المنظمات الحقوقية الإنسانية ليس لديها أي وسيلة قهرية لتجبر هذا الطرف أو ذاك على التعاطي مع هذه الظاهرة، لكننا أيضا نمتلك الحق في أن نصل هذه القضايا إلى الرأي العام المحلي والعالمي وبشكل طاب قوي. يهمنا المدنيين في ظل الحروب، حماية المدنيين في ظل الحروب بأي وسيلة كانت. وإذا كنا نتكلم دائما عن أنه يجب تجنيب المدنيين مخاطر الحرب من خلال احتماليهم ومن خلال توجيه النيران المباشرة للمدنيين، فما بالنا لما نتكلم عن الألغام؟ الألغام هذه عدو خفي مدمر لا يرحم الطفل ولا العجوز ولا الكهل ولا المرأة ولا أحد، لأنه وضع لمن سيأتي مارا بهذا الطريق أو ذاك. نعم، إذن سؤال أخير دكتور دحان، كيف بالإمكان لمؤسسات المجتمع المدني في اليمن أن تعمل على نفس الشكل التي عملت بها هيومن رايتس في وجود شهود عيان في توثيق هذه الجرائم؟ أنا أقول وأكررها ألف مرة بأننا كمنظمات مجتمع مدني علينا مسؤولية إخلاقية بأن نحارب هذه الجرائم بقدر المستطاع وأن نعلنها للعلم داخليا وخارجيا بأن حماية حياة وأرواح المدنيين هي مهمتنا الأولى. يزعل من زعل ويرضى من رضي، هذه ليست مهمة. إحنا مهمتنا ليست مراضاة هذا الطرف أو ذاك، بل مهمتنا أن نحمي المدنيين، أن نحاول نشكل ضغط داخلي وخارجي في حماية المدنيين العزل مهما كان موقف الأطراف الأخرى أو الطرف الذي يفرط في استخدام وسائل القتل ضد المدنيين. فأنا أناشد كل منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن المحلي والإقليمي والدولي أن ترفع صوتها عاليا في سبيل حماية المدنيين من هذه التصرفات الخرقاء اللامسؤولة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. أستاذ توفيق، اسمح لنا أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني تفضلت بالحديث عن أن ضحايا الألغام هم من الفئة المستضعفة والفئة المدنية، وربما بالأرقام ذكر أن أكثر من 40% من هذه الضحايا هم من الأطفال، فنحن أمام يعني حالة إنسانية سيئة بحق الطفولة. هل نستطيع القول إن التقرير أشار إلى جرائم حرب، وخصوصا إشارته إلى الألغام الأرضية كسلاح محظور دوليا؟ بالفعل التقرير ركز على جريمة الألغام بشكل خاص، لأنها جريمة دولية من جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة روما التي انشأت عام 98. جرائم الألغام أستاذ الكريمة جريمة ممتدة ومستمرة، آثارها ليست اليوم وإنما ستستمر إلى المستقبل وبصورة كارثية ومدمرة على الجانب الإنساني والجانب البيئي. اليوم كما قلت لكم أستاذ الكريمة أن الإشكالية في هذه الجريمة إلى حد الآن أنها جريمة ما زالت غير مرئية وغير ظاهرة، لأن الميليشيات اولا تحاول قدر الامكان انها تتنصل او تنكر انها تزرع هذه الالغام اثناء حروبها مع قوات الشرعيه داخل المدن. الامر الثاني انها اما لا تسلم الخرائط الخاصه بزراعه الالغام او ليس لديها ارقى خرائط حقيقيه لمكان الزراعه. الامر الثالث ان اليوم كل يوم اعتقد ان الظروف الجويه كالامطار كغيرها تكشف لنا عن وجود ألغام مزروعة في أماكن حياة الناس، زراعتهم رعيهم، كما كشفت الألغام في محافظة لحج عن كمية كبيرة جدا من الألغام كشفتها الأمطار والسيول التي نزلت على هذه المحافظة. وبالتالي نحن أمام جريمة حقيقية على كافة المنظمات الدولية، الناشطين، المجتمع المحلي، المجتمع الخارجي، الحكومة الشرعية بالدرجة الأساسية أن تقوم بحملة قوية يتحمل مسؤوليتها كمجرم حرب بالدرجه الاولى الرئيس السابق الرئيس المخلوع الذي لم يلتزم باتفاقيه اوتاوا التي تضع ثمن اقداره 4 سنوات للتخلص من الالغام الفرديه، والذي حاول يتغالب المجتمع الدولي وكانت كارثته اليوم ضحايا السكان. الامر الثاني يجب ان نقيم حمله ايضا لمحاكمه المجرمين من قياده الميليشيات ونكشف عدم بشاعة هذه الجريمة. الأمر الثالث يجب أن تكون هنالك توعية حقيقية للسكان وقدر الإمكان بالإبتعاد عن المناطق التي يعتقد أن الميليشيات ربما زرعت فيها الألغام حتى لا نقع في كوارث إنسانية مبكية كما حدث في الوازعية عندما انفجرت السيارة اللغم بسيارة وهي عائدة إلى القرية تحمل أطفال ونساء وراح ضحيتها الأطفال للأسف الشديد. نعم، طيب أستاذ توفيق، يعني تحدث التقرير عن تعز وعدن وربما مرة على أبين، ولكن يعني ماذا عن بقية المحافظات التي عانت أيضا كثيرا من مثل هذه الجرائم في زراعة الألغام، يعني منطقة حجور أنموذجا؟ أنا أعتقد أن التقرير تحدث عن المحافظات التي استطاع أو وفرت له بيئة آمنة للعمل. محافظة تعز، محافظة عدن، أعتقد خاصة مناطق محررة، خاصة تعز ومنطقة عدن منطقة محررة، ويمكن لرائدين التحرك بحرية لالتقاء بالناس، لالتقاء بالناشطين وتقديم يعني رؤية واضحة عن حجم الجريمة، بعكس البيضاء، بعكس ربما حج عاهم، بعكس كثير من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا. إضافة إلى أن هذه المناطق بالذات كانت مناطق مواجهة عسكرية شرسة، وبالتالي ميليشيا الحوثي قامت بزراعة كمية كبيرة من الألغام لإعاقة تقدم المقاومة وانتقام من البيئة الاجتماعية الحاضنة للمقاومة، لأن الألغام في حقيقة الأمر هو يعمل عملية انتقام للبيئة الاجتماعية الحاضنة للمقاومة. عندما تزرع مجموعة من الألغام في الحصيد، عندما تزرعها في ثعبات، عندما تزرعها على خط الضباب، هذه كلها مناطق، أولا مناطق حركة مستمرة للسيارات وللمشاة، والأمر الثاني أنها مناطق ازدحام سكاني، لا يمكن أن تجد أي مبرر لزراعة
عمل فرديه ثياب من اجل عمل عسكري، وبالتالي حتى الالغام المضاده للدروع اتفاقيه اوتاوا كانت واضحه انها تبيح استخدام هذه الالغام في نطاق محدود ومحدود ومحدود جدا بعد ان تتاكد ان القوه المستخدمه من عدم الطول. نعم، وفي مناطق الصراع وليست في المناطق الاهله. نعم نعم، مناطق عسكريه، لكن الذي نشاهده عمليه مقصوده، عمليه انتقاميه، عمليه لا اخلاقيه، عمليه لا انسانيه. الهدف منها الانتقام من السكان ليس الا، لان مناطق المقاومه معروفه ومعروفه مناطق المواجهه العسكريه. نعم، اذا استاذ توفيق انضم معنا ايضا عبر الهاتف الاستاذ عبد الرحمن برمان، عضو لجنه التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من الرياض. مساء الخير استاذ عبد الرحمن. مساء النور. أستاذ عبد الرحمن، هل يمكن الاعتماد على هذا التقرير كأحد المصادر أو مصادر التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ نعم، نحن في اللجنة الوطنية للتحقيق نتعامل مع منظمات المجتمع المدني، سواء كانت المنظمات الداخلية أو المنظمات الدولية، وعلى رأس هذه المنظمات منظمة مرايسوتش. حتى الآن استلمنا تقريبا 5 تقارير رسميا سلمتها لنا منظمه هيومن رايتس ووتش. جميع هذه التقارير نعمل على التحقيق في ما ورد فيها. ما ورد في التقرير حسب اطلاعي عليه مبدئيا سيكون محل تحقيق ان شاء الله للجنه الوطنيه، وسيحال بدايه الى رافدي اللجنه في حال ما اذا توفرت معلومات عن الضحايا وعن يعني اماكن حدوث هذه الانفجار الغاز، سنقوم بعمليه اعاده عمليه التحقيق حول ما ورد في التقرير، وتدخل ضمن التقرير العام الذي سيصدر نهايه عمل اللجنه. ولكن دعني اؤكد على اننا قد قطعنا شوط كبير في عمليه التحقيق في جرائم زراعه الالغام. حتى نهايه شهر 7 وصلنا 81 عملية تفجير انفجار ألغام، راح ضحيتها العشرات. وللأسف الشديد هناك نسبة كبيرة جدا، ربما تكون النسبة الأكبر من الضحايا هم من المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء. الألغام زرعت في أماكن متفرقة، حتى أماكن لم تكن محل صراع، ولكن كان الهدف منها هو عملية القتل والتدمير. 81 عملية العملية التي أو الحالة التي رصدناها وقابلنا الضحايا، وهي عملية دقيقة، عملية تحقيق قمنا بها. ربما يرى الإنسان أو المجتمع الكريم أنه العدد صغير جدا، ولكننا نرى كبير باعتبار أنه كل حالة أخذت جهد وسفر ومقابلات، ربما بعض الحالات استمرت التحقيق فيها أكثر من شهر. 81 حالة للأسف، يعني نؤكد على أنها كما ورد في التقرير، ربما تطلعوا على التقرير الذي قد نشر على موقع اللجنة. جميعها تم زراعتها من قبل جماعة الحوثي. حتى هذه اللحظة لم تتلقى اللجنة أي بلاغ حول زراعة قوات الحكومية والجيش الوطني أي من هذه الألغام حتى هذه اللحظة. نعم، طيب أستاذ عبد الرحمن، فيما يتعلق بطلب منظمة هيومن رايتس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتوصية أو اعتماد توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بهذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، ما أهمية هذا الطلب برأيك أستاذ عبد الرحمن؟ حقيقة هو كثر الخوف في هذا الموضوع، ولكن نحن لو رأينا إلى اللجان الدولية التي شكلت للتحقيق في الادعاءات التي حدثت في سوريا وفي مناطق أخرى ومن بلدان العالم لم تنتج شيء حتى هذه اللحظة. 6 سنوات واللجنة الدولية تحدث في سوريا، حتى الآن لم ينال الشعب السوري ولم ينال الضحايا في سوريا أي إنصاف، أو حتى يعني حالة كل من ارتكب هذه الجرائم الى المحاكمات او حتى الملاحقه او حتى عقوبات دوليه. نحن عندما كنا في جنيف في شهر مارس الماضي لاحظنا انه خطه اللجنه التي نجمع تشكيلها لليمن والتي كانت على وشك التشكيل ان سيكون مقرها عمان، يعني في الاردن، تكون هناك متواجده في فندق وتتلقى تقارير من قبل المنظمات والمتواجدين. نحن اليوم نقول انه هناك اصطفاف في المجتمع المدني، المجتمع المدني في اليمن المحايد مغلق، كمن دمر، اغلقت مكاتبه،
وهناك اختصاص من منظمات المجتمع المدني اما مع هذا الطرف او هذا الطرف، وبذلك لن تستطيع اللجنه الدوليه ان تحقق شيئا على الارض او ملموسه، ربما يكون هناك تصفيق بضع ملايين الدولارات على لا شيء، لكن اللجنه الوطنيه المتواجده حاليا هي موجوده اليوم في كل المحافظات تجري تحقيقات حياديه ونزاهه، وربما لو اطلعتم على التقرير الاولي الذي نشرناه نحن حققنا في كل الانتهاكات والادعاءات التي وردت الينا، ولا زال التحقيق مستمر حتى هذه اللحظه وسيستمر. يوم امس رئيس الجمهوريه اصدر قرار بتمديد مدة عام اخر للجنه الوطنيه حتى تستكمل عمليه التحقيق. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد الرحمن برمان عضو لجنه التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني برأيك ما أهمية هذا التقرير في هذا التوقيت، وخصوصا إشارته إلى أن بلادنا وقعت معاهدة حظر الألغام في 98 بعد استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ونقض الاتفاقية أيضا من قبل الانقلاب، خاصة ونحن مقبلون على جلسة من جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. أهمية التقرير الأستاذ الكريم بأنه يعتبر بمثابة وثيقة أو نستطيع أن نبني عليه، تستطيع أن تبني عليه اللجنة الوطنية للإدعاءات لتحقيق إدعاءات حقوق الإنسان. لا شك بأن هيومن رايتس تمتلك مصداقية على المستوى العالمي، أعتقد أن هذا التقرير سيكون له أثر إذا ما أحسن استغلاله من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل الحكومة الشرعية بصورة كبيرة جدا، لأنه كشف في حقيقة الأمر حجم المأساة الكبيرة التي تعيشها اليمن. بالإضافة إلى أن هذا التقرير يمكن يفتح الباب واسعا على بقية الجرائم والانتهاكات التي تحدث في اليمن متعلقة بحق بالطفولة، بالمرأة، بالتعليم، لأن كافة مناحي الحياة أعتقد في اليمن طالها الانتهاكات، ابتداء من تقويض سلطات الدولة إلى حرية الله إلى الاختطاف إلى التعذيب إلى 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 غير ذلك. وأعتقد أن هذا التقرير خاصة بهذا الذات جاء ليعيد نعم أستاذ توفيق فقدنا الاتصال. إذا كان يتحدث الأستاذ توفيق عن مدى أهمية هذا التقرير بخصوص يعني ما الذي سيضيفه تقرير هيومن رايتس بالنسبة للمجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون على جلسة من جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنها ربما قد تغير في الرأي العام لأنها منظمة يعد بتقاريرها مثل هذا التقرير الذي أيضا يتحدث عن نقض اتفاقية المعاهدة التي تم التوقيع عليها في عام 98 ونقضها من قبل الانقلاب، ولم يتم تحديد هل تم إتلاف فعلا الألغام كما تمت الرسالة في عام 2002 أم أن صالح في تلك الفترة قد كذب، أو أنها تم استيرادها بشكل أو بآخر بعد 2002. الغريب عدد هذه الألغام المهول الذي يتم زراعته والذي يتم أيضا تحرير بعض المناطق منه. كنا نود أيضا أن يحدثنا الأستاذ توفيق عن مسألة ما رأيه عن مسألة اعتماد توصية المفوض السامي التي طلبتها منظمة حقوق الإنسان، وما الذي سيشكله إنشاء لجنة دولية مستقلة، هل ستوافق مع رأي الأستاذ عبد الرحمن في هذه النقطة؟ وهذا قد عاد معنا الأستاذ توفيق. أستاذ توفيق مرحبا بك مرة أخرى. كنت أود أن أسألك، يعني سألت الأستاذ عبد الرحمن برمان عن أهمية عن أهمية وقيمة طلب منظمة هيومن رايتس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتماد توصية المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات. الأستاذ عبد الرحمن وجد أنه يعني لا قيمة كبرى لمثل هذا الطلب، خاصة وضرب مثالا بما يحدث في سوريا 6 سنوات ولم يتوصلوا لأي شيء، هل تتفق معه في هذه النقطة؟ نعم أستاذ الكريم، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان في اليمن هي جاءت في حقيقه الامر استجابه لطرفين، الطرف الناشطين والمنظمات الموجوده المحليه، والامر الثاني استجابه للقرارات الدوليه التي دعت لتشكيل لجنه وطنيه. صدر قرار في عام 2012 بتشكيل لجنه تحقيق وطنيه في ادعاءات حقوق الانسان،
إلا أنها لم تسمى هذه الأسماء. في عام 2015 صدر هذا القرار في في الدورة 30 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان. صدر القرار 18-30 الذي يدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان. وأعتقد أن هذا القرار في حقيقة يعتبر في حد ذاته الدعم قوي من المجتمع الدولي للجنة الوطنية في ادعاءات حقوق الإنسان. اليوم ربما لهذه ثاني مرة، المرة الأولى الذي دعا فيها رعد بن الحسن إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية، واليوم هيومان رايتس ايضا تدعو الى تشكيل لجنه تحقيق دوليه. الى حد الان انا اعتقد ان مثل هذه التوصيات هي تاتي في سياق روتيني ليس الا، لان اليوم اللجنه الوطنيه لادعاءات حقوق الانسان تعاونها مستمر وبناء مع اللجنه الوطنيه مع المفوضيه الثانيه لحقوق الانسان. هنالك اجتماعات متواصله من اجل تقديم الدعم الفني، وبالتالي انا اعتقد ان ما قدمته اللجنه الوطنيه لادعاءات حقوق الانسان من انجازات خاصه من عمل في الميدان سيغير وجهه نظر كبيره جدا عندما يشاهدون الانجاز الموجود على الارض. لانه نحن انا كمنظمه مجتمع مدني او العالم بشكل عام هو يريد انجاز. لجنه التحقيقات الاخرى الدوليه بعضها لا يستطيع ان يدخل الى الميدان كما ذكر الاستاذ، الخاصه بسوريا والخاصه في مناطق اخرى. وبالتالي انا اعتقد ان مثل هذا القرار لن يؤثر كثيرا، لان اللجنه ستستمر في عملها، وفي النهايه العالم سيطلع على انجازات هذه اللجنه وهي تعمل بمعايير عالميه. اعتقد انه المنظمات الدوليه مطلعه على عمل هذه اللجنه، تقدم لها الدعم الفني، الدعم الاستشاري، تؤهل لها الراصدين الموجودين في الميدان. واعتقد ان هذا هو بغيه العالم الذي يبحث عن العداله. نعم. يبحث عن طيب استاذ توفيق، يعني اخيرا استاذ توفيق، لو تحدثنا يعني صدر هذا التقرير بخصوص يعني جرائم الالغام التي يتم زرعها وهي جريمه لا انسانيه بطبيعه الحال، ولكن لا يقتل المدنيون في تعز وغيرها بسبب الالغام فقط، هناك قذائف الهاون وصواريخ الكوتيوشيا والقتل المباشر بالقنص، هل سنشاهد تقريرا اخر لرصد مثل هذه الجرائم؟ هذا ما نتمنى. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مهمتها وظيفتها الأساسية هي حماية المدنيين أثناء الصراع وأثناء الحروب، وبالتالي مراقبة التزام المجتمع الدولي بالاتفاقية الدولية. نحن اليمن كل يوم نشهد انتهاكات مروعة، القتل بسبب التعذيب، ربما شاهدنا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع توثيق لجرائم تحت التعذيب، منها المهندس ياسر الناشري، منها الباحث عادل الزوعري، هناك تفجير ممنهج للبيوت، هناك قذائف واستهداف المدنيين بصوره عشوائيه بعيد عن اتفاقيه جنيف الرابعه المتعلقه بحمايه المدنيين، هناك استهداف للطواقم الطبيه، هناك اختطاف للناشطين والسياسيين وغير ذلك. بعض المنظمات تحاول جاهزه ان تعمل، لكن نتمنى ان المنظمات الدوليه ان تاتي الى اليمن وتلتقي بالناشطين، تلتقي بالضحايا، ستصدر تقارير ربما أقوى من هذه التقارير تكشف حقيقة ما يعيشه اليمن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. مشاهدينا الكرام، حوى التقرير كثير من القصص المؤلمة لكثير من الشباب الذين فقدوا أطرافهم بسبب زراعة هذه الألغام، ربما وصف في التقرير أنها إجراءات بالغة القسوة، ولكنها في الحقيقة لا إنسانية ومنعدمة الضمير. نسأل الله السلامة لكم جميعا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.